وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول الإمام علي سلام الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب. في البدء لا بد من بيان ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى أن الحكم القصيرة تلخص كتبا كبيرة، ولذلك فإن عظماء التاريخ هم وحدهم الذين كانوا يتمتعون بالقدرة على أن يلخصوا أفكارهم في كلمات قصيرة. ليس كل فرد قادرا على أن يبلغك المعنى الذي يريد إيصاله إليك في كلمات بسيطة. أخطب الخطباء ليس أولئك الذين هم يقدرون على الخطابة بالساعات لإيصال فكرة أو فكرتين، وإنما أولئك الذين يستطيعون إيصال الفكرة في كلمات قليلة. ومن امتيازات القرآن الكريم أن الآيات فيها قصيرة في العادة، خاصة التي نزلت وهي تتحدى أدب قريش وبلاغة قريش وفصاحة قريش في مكة المكرمة. سور قصيرة من سطر من سطرين. أطول آية في كتاب الله هي صفحة واحدة، وإلا في العادة في الصفحة الواحدة تجد مجموعة من الآيات. والحكم في الحقيقة بالرغم من قصرها فإن تأثيرها كبير، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم. رب حكمة أحيت نفسا، رب حكمة أحيت أمة. انظروا إلى كلمات ثلاث قالها الإمام الحسين سلام الله عليه في مسيرته من مكة المكرمة إلى كربلاء. ثلاث كلمات: هيهات من الذل. كيف أن هذه الكلمة يمكن أن تحيي أمة؟ فلا تنظر إلى قصر الكلمة، وإنما انظر إلى قوتها وإلى أنها تلخص لك كتبا وليس كتابا واحدا. الملاحظة الثانية أن حكم الإمام علي سلام الله عليه هي في مجموعة من الأمور، منها ما يرتبط بعلاقة الإنسان بالله، ومنها ما يرتبط بعلاقة الإنسان بالآخر، ومنها ما يفتح لك آفاقا جديدة، ومنها ما يكشف عن حقائق، ومنها تعاليم، أي أوامر ونواهي. يطلب الإمام منك أمرا معينا، ولا شك أن من يطيعه مثل علي في حكمته في عقله في إرادته في تقواه في إيمانه في علمه سيكون سعيدا في دنياه وآخرته. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب. ابن اللبون هو عبارة عن ولد
ناقة الذي أكمل السنتين وللتو قد دخل في السنة الثالثة. هذا ما حد يركب عليه، ليش؟ أنه بعد صغير يعتبر، ظهر ما يتحمل الثقل، فالظهر سليم لا يركب عليه، وباعتباره ذكر فإذا ما عنده ضرعة حتى يحلب منه، وباعتبار أن شعره بعد ما نبت فإذا ما عنده وبر. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب. هذه الحكمة التي هي بالقطع واليقين للإمام علي وليس لغيره، وإن كانت كبقية حكم أمير المؤمنين وبقية فضائله ومناقبه، حاول الأعداء أن ينسبوها إلى غيرهم، وقد ذكرها علماء كثيرون قبل الشريف الرضي، يعني قبل أكثر من 1035 سنة ذكرت في كتبهم هذه الحكمة للإمام علي. والغريب، لأن المعروف من هذه الكلمة فقط هذه الجملة، فبدأوا يسرقونها هنا وهناك، لكن هذه ضمن فد قطعة من الكلام للإمام علي، يعني هم سرقوا هالقطعة باعتبارها معروفة، لكن هذه القطعة جاءت في كلمة للإمام أمير المؤمنين لولده الحسن. خلي نقرأ هذه الكلمة. قال: كيف بك يا بني إذا صرت إلى قوم صبيهم عاد؟ يعني يجي يوم من الأيام هؤلاء الناس لا يحبون العلم ولا التقوى ولا يحبون العلماء ولا يحبون المتقين، كيف بك إذا صرت إلى قوم صبيهم عاد، يعني معادي، وشابهم فاتك، شغل التجرع على معصية الله في الظلم والعدوان والفتك بالناس، وشيخهم اللي مفروض فيه أن يكون من الذين يرشدون الناس إلى الخير، وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، خوفهم آجل، دائما يخاف أن يخسر شيء في دنياه، ولذلك دائما ما يخاف من الآخرة، ولذلك ما يعمل بالصالحات، خوفهم آجل مؤجل، ورجاؤهم عاجل، رجاؤهم في الدنيا، لا يهابون الأمن، لا يهابون. هؤلاء من النوع اللي ما يخافون من رب العالمين لأنهم في أمن، لا يهابون إلا من يخافون لسانه، قربة الله تعالى ما يعطون لأحد شيء، لأن خوفهم آجل وأملهم عاجل، حينئذ يساعدون من اللي يخافون من لسانه ليكون يتكلم عليهم، ولا يكرمون إلا من يرجون نواله، ما يعطي للعطاء، يعطي للأخذ، فإذا كان يرجو نوال الشخص وعطاء الشخص فيعطيه، هذه تجارة، هذا مو عطاء، هذا مو إنفاق في سبيل الله. إخوان الظاهر، في ظاهر الأمر إخوان، لكنهم يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ مثل الثعلب. إخوان الظاهر وأعداء السرائر، يتصاحبون على غير تقوى، تموت فيهم السنن وتحيا فيهم البدع، فكن يا بني، الكلمة هنا جاية ومن جملة كاملة، فكن يا بني عند ذلك كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب، في بعض طبعا الروايات ولا وبر، مو في كلها، في نهج البلاغة هالجملة ما موجودة، ولا وبر فيسلب. هذا نص معين لهذه الكلمة. أكو نص آخر: كن في الفتنة كابن اللبون. زين، الفتنة لها 10 معاني. الفتنة من الأمور المهمة جدا والخطيرة في حياة الإنسان، لعل من أخطر ما يواجه الإنسان ما يواجهه من الفتن
بمعنى الفتنة المختلف في مكان دون مكان آخر. الفتنة بشكل عام في اللغة يعني أن الذهب تأخذه إلى النار وتحرقه بالنار حتى يخلص، يكون خالص، الشوائب تروح فيبقى الذهب خالص، أو حتى تكتشف الجيد من الرديء. يقول فتنت الفضة، أي عرضت الفضة على النار، أو فتنت الذهب أي عرضته على النار. وهذا جذر المعنى، يعني بقية المعاني تجي في الحقيقة متفرعة عن هذا المعنى. حتى الفتنة بمعنى الامتحان هو بهالمعنى، أنه أنت راح تتعرض لمصاعب، مشاكل، مثل ما الذهب يتعرض للنار، فلا بد أن تتحمل ولا بد أن لا تتراجع عن مبادئك وقيمك. الامتحان، الابتلاء أيضا جذره هو هذا المعنى، التعرض للنيران والمشاكل. زين، الفتنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. الامتحان أمر طبيعي في حياة الإنسان. في هذه الآية المباركة التي بدأنا بها هذا الخطاب، ربنا يتكلم عن ناس غير طيبين، غير جيدين، غير مؤمنين، منافقين. قتل الخراصون الذين هم في سهرة، في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. يفتنون يعني يحرقون، في هذه الآية المباركة. المهم، الفتنة لازم نهرب من عدها، لازم نشرد من عدها. المعنى اللي الآن الناس يتكلمون عنه الفتنة هو المقصود بكلمة الإمام علي هنا، يعني مشكلة صارت أنت ما لك دخل فيها أو ما تقدر تحلها، أو ربما تكون ضحية لأهواء غيرك. هذه الفتنة. يقول لا تسوي فتنة، يعني لا تسوي مشكلة، لا تسوي نميمة، لا تجعل اثنين يدخلون في معركة ما لها طعمة ما لها. لكن الصراع بين الحق والباطل من الفتن التي تأتي بمعنى الامتحان، ولا بد من الدخول فيها، ما لازم نشد من عجل. هذه الكلمة ربما تستغل من قبل بعض الناس الذين لا يريدون تحمل المسؤولية، فإذا رأى هنالك صراعا بين حق وباطل، بين خير وشر، بين صلاح وفساد، بين إيمان ونفاق، اشرد. الوقوف على التل أسلم. ليش؟ يقول، يقول الإمام علي كن في الفتنة كابن اللبون، يعني خليك بعيد. لا، الفتنة التي كابن اللبون لابد أن نكون فيها، يختلف عن الفتنة أو الصراع ما بين الحق والباطل، والمواجهة بين الخير والشر، والحرب بين أهل التقوى والصلاح وبين المنافقين والكافرين. هذا أمر مختلف تماما، وإن كان جذر المعنى واحد، لكن الفتنة هنا أمر ثاني. مثلا أحيانا يكون الخلاف بين باطلين، أنا شو دخلي في الموضوع؟ دولة باطلة دا تحارب دولة باطلة ثانية، أتدخل نفسي في هالقضية ليش؟ أكون ضحية على شنو؟ أيام الحرب الباردة ما بين قوتين عظميين، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقود الغرب والاتحاد السوفيتي يقود الشرق، في بيناتهم صراع. هذا الصراع أنا ما لي دخل فيه، لكن طبعا أكو بعض الناس يدس أنفه فيما لا يعنيه، ومن ثم بعض الدول صارت ضحايا في هذا الوسط. المخالب كانت أقوى وأكبر من عدهم، لكن يوم اللي هو دخل الطرفين تعاملوا عليه. هنا يجي يكون في الفتنة كابن اللبون، أنا شو دخلي في هذا الصراع بين باطلين؟ أو لا، أحيانا في بعض الدول في انتخابات، حزب وحزب، شخص وشخص، كل واحد من عندهم يريد يصحب الكرسي ويقعد على الكرسي، أنا شو دخلي في هالقضية؟ أكون أرفع هذا وأرفع ذاك، لا ناقة لي ولا جمل، لا مصلحة لي ولا مصلحة لأمتي، شو دخلي في هالموضوع؟ يعني أنا ليش أصير دا
تعبير اكو باللغه الفارسيه اللي معناه انا اود النار، احمل الحطب الى نيران اشعلها الاخرون، وانا ما راح استفيد من هذه النار دفئا ولا طبخا ولا نورا ولا هم يحزنون. شو دخلي بالموضوع؟ صراع ما بين باطل. لا، احيانا يكون صراع ما بين باطل وحق. فاذا كنت استطيع ان ادافع عن الحق وادفع الباطل فلا بد ان افعل، لكن اذا ما كنت استطيع ان افعل ذلك على الاقل لا اكون مطية الباطل. كثير من الناس يظنون أن الأمر دائما في الخلافات والمشاكل التي تحدث مع بعض السلطات، الأمر دائر بين أمرين، إما أن أزيل الباطل وإما أن أكون جزءا منه. فإذا ما قدرت أزيل الباطل أروح وياه وأتعاون وياه وأصير من وسائله، ومن ثم أخسر آخرتي. هنا نجد كلمة كن في الفتنة كابن اللبون. فالصراع بين باطلين هو الفتنة التي تحدث عنها الإمام سلام الله عليه، الصراع بين حق وباطل، وأنت غير قادر على إزالة الباطل وغير قادر على نصرة الحق. حينئذ الأمر دائر بين ثلاث خيارات: أن تدفع الباطل وتكون ضحية وأنت غير قادر ربما يقضي عليك، أو أن تكون جزءا من الباطل، أو أن تعمل بكلمة الإمام سلام الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون. أنت ليش صاير ويا الباطل؟ لأنه ما تقدر إزالته، لا خليك بعيد لا تعطي. هذه هي الفتنة المقصودة هنا. عندنا مثال في الحقيقة في أيام الحرب العالمية الثانية، سموها حرب عالمية لأن جميع الدول تقريبا انخرطت في هذه الحرب وتورطت فيها. البداية كانت ما بين الألمان بقيادة الحزب النازي وما بين فرنسا وبريطانيا والدول الأخرى في أوروبا. ثم بعدين دخلت الولايات المتحدة الأمريكية ودخلت اليابان ودخلت إيطاليا ودخلت دول أخرى. تقريبا جميع الدول تورطوا في الحرب العالمية الثانية، وتقريبا جميعهم خسروا ما عدا الدول التي انتصرت، اللي كانت تقود الحرب وانتصرت، مو الدول الصغيرة اللي كانت مع الذين انتصروا، اللي كانوا مع الذين انتصروا هم ما أعطوهم شيء. لكن الغرب الذي ربح هذه الحرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هم الذين في الحقيقة جنوا ثمار الانتصار، لكن مو بقية الدول. بقيت دولة واحدة هي سويسرا، مع أنها كانت في وسط المعمعة، لأنها في وسط أوروبا، يعني من جانب إيطاليا ومن جانب ألمانيا ومن جانب فرنسا، ومع ذلك ما دخلت، يعني عملت بكلمة الإمام علي: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلم. خلونا في سن بعيدين، هم غير قادرين، دولة صغيرة 6 ملايين نسمة وما عندها مدخل إلى البحر وما عدها معادن وما عدها وما عدها، لكن بقيوا بعيدين. أيضا دولة أخرى استفادت وهي السويد. السويد كانت تعيش قبل الحرب العالمية الثانية كدولة تصنف بين الدول الفقيرة جدا، وكان السويديون يهاجرون كلاجئين إلى الدول الأخرى، وإلى الآن يوجد من السويديين في الولايات المتحدة الأمريكية 16 مليون، بينما كل نفوس السويد الآن 9 ملايين. يعني السويد اللي هي جنة المهاجرين يرغبون في الوصول إليها، يوم من الأيام هم كانوا يعيشون في أوضاع جدا صعبة، لكن نأت بنفسها من الحرب العالمية الثانية. أوروبا دمرت، حينما أرادوا بناء أوروبا فتشوا عن دولة بنيتها التحتية سالمة، البنية التحتية مالتها سالمة. وين هاي الدولة؟ هي عبارة عن سويسرا من جهة والسويد من جهة أخرى. فأجت الشركات الكبرى وأجت المصانع الكبرى في هذه الدولة فنمت وأصبحت غنية ومن أغنى الدول في العالم وأكثرها رفاهية. كن في الفتنة كابن اللبون، حرب عالمية قائمة، أنا شو دخلي؟ لا أدخل مع هذا الطرف ولا مع ذاك الطرف،
لأن لا هذا يمثلني ولا ذاك، هذا على مستوى العالم. على مستوى فردي أيضا صراع ما بين حزبين في مكان ما، أنت ما لك ناقة ولا جمل، ليش تدخل؟ على الأقل حافظ على نفسك في هذه المعمعة وفي هذا الوسط. إذن ليس المقصود من الفتنة هنا الصراع بين الحق والباطل، وإلا لكان الإمام علي أولى بأن يعمل بهذه الكلمة وينأى بنفسه عن الصراعات التي دخل فيها في عهد رسول الله وبعد ذلك. لا، قلت من جملة النماذج هو نموذج أن تكون أنت في مكان ما والصراع بين طرفين لا دخل لك فيهما. وأيضا قد يكون الصراع بين أخوين، بين صديقين، إما أنك قادر على أن تصلح بينهما فافعل، إن لم تكن قادرا وانت دخلت بالوسط، هم هذا ضربك هم ذاك ضربك، هم هذا اعتدى عليك هم ذاك. لهنا من الأماكن اللي تعمل بهذه الكلمة، كن في الفتنة كابن اللبون. فالصراع بين الحق والباطل أمره مختلف، هذا هم فتنة لكن هذا امتحان، مطلوب أن تدخل في الصراع بين الحق والباطل، وإلا تكون كما قال الإمام علي، قال خذل الحق ولم ينصر الباطل. أكو جماعة هربوا من معسكر الإمام علي وانضموا إلى معسكر عدوي، معسكر عدوي ما كان يحتاج إلهم، فما غيروا ما بدلوا ما أضافوا شيء لمعسكر العدو، لكن خذلوا الحق، خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. أو مثل ذلك الذي حينما بويع الإمام علي واحد من أولاد الخلفاء، هذا رفض بيعة الإمام علي واستشهد بقول النبي، قال سمعت النبي يقول النائم فيها ستكون من بعد فتنة، النائم فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من النائم، وأنا أرى بيعة علي فتنة. لا، بيعة علي ما كانت فتنة، لأن طرف حق وطرف باطل، أمر مختلف تماما، مو الأمر بين باطلين ولا بين حقين، فما بايع الإمام علي. فيما بعد يوم اللي شاف رأس أحد المؤيدين لابن الزبير وهو مصعب على باب قصر الإمارة، إجا بالليل يبايع عبد الملك بن مروان عن طريق واليه الحجاج، واليه في العراق، إجا بالليل يركض، دخل عليه قال له ما الذي جاء بك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بات ولم يبايع إماما أو ليست في عنقه بيعة لإمام ثم مات، مات ميتة جاهلية. قال أين كنت من هذه الكلمة في بيعة علي؟ شو هاي الكلمة ما ذكرتها؟ ذكرتها ستكون من بعدي فتنة، النائم فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من النائم. لا والله ما جلبك إلي إلا رأس مصعب، هذا اللي جابك إلي، بس أنا إيدي مشغولة، كان بياكل وما قام له مدرج له، قال ضع يدك على رجلي وبايع واطلع برا الروح. اللي ما ينصر الحق يوم اللي يكون صراع بين حق وباطل هذه عاقبته. لكن في أماكن ثانية الأمر مختلف، أنت لا تستطيع أن تضيف شيئا إلى الحق فلا تصير جزء من الباطل ولا تدافع عن الباطل ولا تخلي يركبوك، هاي تعبير الإمام، هذا كابن اللبون لا ظهر فيركب، يعني ليش تخلي يصير مطية الآخرين؟ يعني إذن حينما يكون الشخص في ظروف صعبة لا يستطيع أن يدفع الباطل ولا أن ينصر الحق، فعلى الأقل لا يكون مطية للباطل. وأيضا ملاحظة مهمة، أن أمثلة القرآن وأمثلة النبي وأمثلة الإمام علي جدا دقيقة، يعني مناسبة جدا، إذا أنت أخذت الكلمات هذه بحذافيرها تنجح. ابن اللبون شغله شنو؟ ده ينمو، يعني يشرب من لبن أمه، بس لا يعطي ظهره لأحد يركبه، ولا عنده ظهر حتى يحلبه، ولا عنده وبر حتى يسلبه، لكن ده ياخذ من أمه، ده ينمو. أنت تعيش في وطن،
من حقك أن تستفيد من خيرات هذا الوطن. هذا الوطن بالنسبة لك أمك، أمك. لا تعطي ظهرك للباطل، لا تخلي يأخذون من عندك شيء، بس أخذ من خيرات الوطن. مو تنعزل ومتطالب بحقوقك، والله أنا ما أقدر على هذا الباطل. زين ما تقدر على هذا الباطل بس عندك حقوق يا لا، يعني أقلل متطلبات الحياة وهي موجودة في هذا الوطن، وأنت جزء من هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأرض. إذن تصير مثل اللبون، هم تشرب الحليب، هم تأخذ من هذا الوطن، هم تبطي ظهرك وسديهم ما عندك حتى يحلبوك. يعني يشرب ابن اللبون يشرب من حليب أمه لكن ظهره ضعيف. زين أنا شلون أسوي؟ أتظاهر بالضعف، يا ابو ما يجي من عندي، انا ما اقدر اسوي هذا الشيء. تظاهر بالضعف مثل ما ابن اللبون ربما يقدر يعني ظهره يحمله في الطفل، لكن الظاهر بانه ما يقدر، اذا حمله شيء يقعد فما يمشي. الامام الصادق في عهد بدايات عهد بن العباس كتب اليه ابو مسلم الخراساني رساله، بني اميه يسقطون، بني العباس ده ينمون. أبو مسلم الخراساني كان الفاتح الفاتك لبني أمية، لبني العباس، كان سيفهم في الحقيقة، وكان جريئا في إراقة الدم، لم يكن من الصالحين أبدا أبو مسلم الخراساني كما يدعي البعض. نعم كان سيف بني العباس، وكان سريع القتل جريئا في إراقة الدم الحرام والحلال. على كل حال كتب رسالة للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له فيها: إني أظهرت الكلمة، يعني قمت نهضت، إني أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أمية، يعني دعوت الناس حتى اللي يوالون، دعوت عن مو إلى، ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبت فلا نزيد عليك. إذا كنت راغب فيها ترى ماكو واحد أحسن من عندك، فنبايعك أنت وأن تصير الخليفة. الإمام قرأ الرسالة، كان في الليل وكان يستضيء بنور الشمعة، فأخذ الرسالة وأحرقها. الرسول اللي جايب الرسالة قال الجواب، قال هذا الذي رأيت، أنا أحرقت الرسالة ما جاوبت، هذا روح قل له أحرق رسالتك. مرة ثانية كتب الرسالة، دز واحد رسول يعني، فيجا يتوسل بالإمام، يا ابن رسول الله هذه فرصتكم. الإمام أجاب قال: قل له لا الزمان زماني ولا أنت من رجالي. هذه الفتنة اللي الإنسان لازم يكون فيها كمن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب. أنت مو من رجالي، أنت من جماعة بن العباس. يقول دخل على الخليفة، شاف الخليفة ده يعاتب واحد من العلويين، ده يعاتبه، ليش ما ساعدتنا، ليش كذا، هذا ما يدري القصة شنو. فقط سمع الخليفة يعاتب العلوي، جرد سيفه وقطع رأس العلوي وجلس. قال ليش قتلته؟ قال عمي لو احنا كل قضية كنا نناقش فيها انت ما كنت قاعد على هذا الكرسي، عندك عتاب علي اقضى عليه بعد خلاص. حتى يوم اللي راد يقتل الخليفة فصرخ في حضور الخليفة قتله، قال بشو اللي تقتلني؟ قال برأس العلوي اللي قطعته، مع أنه قطع رأس العلوي إلهم لبن العباس. الإمام كان بعيد المدى، قال الزمان زماني ولا أنت من رجالي. ليش يصير الإمام الصادق ضحية لبن العباس حتى يجون يحكمون؟ قلت أحيانا القضية مو ألقت كبيرة، لكن أنت تعيش في بلد في حزبين متنافسين، كل واحد يريد الدنيا لنفسه، كل واحد يريد يبوق، يريد يسرق، انت شكو تدخل في الوسط ترفع كفة هذا على كفة ذاك؟ على كل حال ما لك حصة في هالقضية، لا انت ولا قومك ولا نصرة للحق. اذا طالب بحقك، كن مثل اللبون اللي يشرب من حليب امه، ما يقول الان اللي انا زعلان وما احد يركب علي ولا عندي ضرع ولا عندي وبر اذا ما اشرب حليب امه، اشرب، حصل حقوقك من هذا الوطن، لك هذا الحق. لا
لك حق أن يكون لك بيت، لك حق أن يكون لك راتب معين، لك حق أن تأكل تشرب تنام تسكن وتتزوج ويكون عندك أولاد، لك هذا الحق، هذا الحق أخذه، لكن لا تطي ظهرك. قضية طبعا شوية دقيقة وأحيانا صعبة. طبعا هذه الكلمة نستطيع أن نضعها في مقابل حشر مع الناس عيد. بعض الناس تشوفه بسرعة ينخرط فيما انخرط فيه الناس، يقول ما دام الناس كلهم رايحين أنا هم أروح، لا عمي لا تروح، وين رايح؟ كل خطوة تخطوها تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى أن تتدبر العاقبة. هذا في مقابل حشر مع الناس عيد، لا، الحشر مع الناس مو عيد. كن في الفتنة كمن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ظهر، زين، لا ظهر فيركب. شو الفرق بين الظهر يركب والضرع يحلب؟ أحيانا أنت عندك شيء تطي، مثل الحليب اللي اللسان عنده الناقة عندها تطي أو الأم. أحيانا لا، ما عندك شيء تطي، بس يركبون عليك، بس يكبرون عليك، بس يصعدون عليك، فرق كبير. مثلا عالم من العلماء هذا يصير من النوع اللي ينصر الباطل، شنو ده يطي؟ علمه ده يطي، بس بالغلط ده يطي علمه. هذا هنا الحليب اللي ده يطي غلط وفي مكانه الصحيح. وأحيانا يركبون على ظهري باسمه يتكلمون، وكثير أمثلة في واقعنا الحالي والسابق واللاحق من أولئك الذين إما كانوا ظهورا لغيرهم يركبون عليهم، وإما كانوا ضروعا يحلبونهم، وإما على الأقل يأخذ شيء من شعره. إذن الأمر ليس دائرا دائما بين أن تكون ثائرا فتنجح أو جزءا من الباطل. وكثيرا ما رأينا أناس وقعوا في المطب حيث قالوا ليس باستطاعتنا إزالة الباطل، وما دام ما نقدر نزيل الباطل نكون جزء من عنده، نروح نشارك في المغانم. لا، ابقى أنت، أخذ حقوقك من دون أن تكون جزءا من الباطل. ليش القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ لا تميل، أقل الميل. قال الركون أقل الميل، ولو في قلبك تميل على أن هؤلاء يبقون، ولو في غرفة مغلقة. جاءني أحدهم ذات مرة في دولة يحكمها الطاغوت رحمة الله عليه توفي، لكن كان ضعيف النفس، أنا وهو جالسين في حرم السيدة زينب سلام الله عليها، لا يذكر اسم رئيس الوزراء إلا ويقول صاحب السمو، يا سمو يا حبيبي، وانت أنا وانت قاعدين، وبس السيدة الزهراء كانت شاهدة علينا. بقلبك ما مسقط هذا، يعني بعدك عندك أمل في هذا الشخص؟ لا، ما تقدر عليه، خلاص. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب. وهذه هي الفتنة التي لابد أن نفتح عيوننا عليها في موارد مو دائما الفتنة هذه قلت الفتنة، كما في القرآن وكما في أحاديث الإمام علي أيضا لها أكثر من 10 معاني، كل مكان إلى فرد معنى خاص. الجذر هو التعرض للنار، التعرض للمشكلة والصعوبة، والتعرض لنوع من الصراع اللي لازم تفتح عينك حتى لا تكون جزءا من الباطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.